البنات ومرحبا بكم معنا فيديو جديد اللي اليوم غادي نقترح عليكم هاد لا شيبوندونتيف اللي كتجي على هاد الشكل. كتجي اون شيبوندونتيف شي حاجه اللي غزاله زوينه الديزاين ديالها رائع. كتجي شي حاجه اللي خفيفه تقدر تلبسها شاك جو. غادي نحاولوا نشوفوها عن قرب. فوالا البنات كيف كتشوفوا معنا لا شيبوندونتيف ديالنا كتجي على هاد الشكل. فيها هنا هاد المثلث الصغيور اللي فيه حجرات البيض بيان سيغتي، وفيها هنا هاد المثلث اللي كيجي على هاد الشكل هو فيه حجرات بيان سيغتي في البيض، كيعطي واحد لابغيونس يا سلام، واحد الجماليه خاصه مع اون شين ديال شوبار اللي كتجي صحيحه وانيقه، شي حاجه اللي رائعه اللي غنحاول نوريها لكم كيف كتجي ملبوسه. كيف كتشوفوا معايا البنات لا شيبوندونتي ديالنا ملبوسه كتجي على هاد الشكل. كتجي فريمون شي حاجه اللي رائعه، الديزاين ديالها زويون، كتجي خفيفه وبخاتيك اللي تقدري تلبسها ديما كتجي يا سلام. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون ديالها كاملين كاينين في لاباغ دانفورماسيون. بالصحه والراحه وما تنسوش مجوهرات فاتين ذهبي حسن عندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.